بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شلون نستقبل رمضان؟ أول شيء يا جماعة الخير نستقبل في رمضان هو التوبة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني أنت وصلت لموسم الغفران ومع ذلك ضيعت الفرصة، أنت خسرت خسران عظيم والعياذ بالله. فعسى الله سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من هذا الخسران ويغفر لنا ويرحمنا. الشيء الثاني اللي لازم نسويه أن احنا نتذكر الأجر. شلون نتذكر الأجر؟ تعال خلنا نسمع الشيخ عثمان. لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. رأيتم هذا الكرم؟ أرأيتم هذا الجود؟ كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. شوف الفضل، 700 تضاعف الحسنة إلى 700 حسنة الواحدة إلى 700 ضعف. هذا لم يرضي الله تبارك وتعالى. الله كريم، الله وهاب، رزاق، جواد سبحانه وتعالى، لم يرضيها. قال: إلا الصوم. الصوم يختلف، الصوم متميز. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، الله أكبر. لما يقول إلا الصوم فإنه لينسبه إلى نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، لكي تحاول أن تتصور كيف أن الأجر عظيم. لكن كم عظيم! إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يذكر الجزاء للدلالة على عظمه. يكفي أنه نسب إلى الله، يكفي أنه فضله على 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الشيء الثالث، النية يا جماعة الخير، النية محلها القلب. في وايد رسائل الحين منتشرة: يجب أن تقول نويت أن أصوم رمضان. شنو نويت أن أصوم رمضان؟ النية مكانها في قلبك. أنت لما تشوف واحد يوم الجمعة تسبح ولبس تشتاشته ولبس قطرته وقاعد يمشي رايح المسجد وداخل المسجد، نيته شنو؟ يلعب كرة؟ نيته يصلي الجمعة؟ خلصنا الموضوع خالص. فالنية مكانها القلب، مو لازم تقولها، ولا كانوا يقولونها الصحابة، ولا كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة واحدة بس الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، وكان هذا خاص بالحج وبالعمرة. فإحنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، ما نزيد ولا ننقص. كذلك من الأشياء المهمة اللي لازم نسويها برمضان أن نتقن الصوم. الصوم مو بس لا تأكل ولا تشرب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم يهذب أخلاقك. يعني الله يرضى عليك، لا تقزر لي اليوم كله نوم، ما يصير. هذا مو صيام، هذا نمت أنت للمغرب ما سوينا شيء، لو طافتك الصلاة بعد يعني تركت ركن، هذه كبيرة، فمصيبة. كذلك لا تأخر صلواتك أو تتركها بحجة نوم أو بحجة دراسة أو بحجة غيرها أو بحجة تعبان أو بحجة، لا لا. مثل ما الصوم ركن من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، فلا تتركها ولا تأخرها. كذلك من أهم الأشياء اللي لازم ننتبه لها للسان. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق معاذ رضي الله عنه، قال له: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ للسان ترى سهلة سالفة الإثم فيه، غيبة، نميمة تشيش بين اثنين، كذب، شتيمة إلى آخره. فللسان مصايبة وايد، فانتبه للسانك وانت صايم، والله يرضى عليك. قلنا صايم وكلنا صايمين، عامل الناس عدل، لا تقعد تنفس علينا. أنا صايم، بروحك صايم، مليار مسلم صايم اليوم، علامك أنت صايم تبي الأجر ولا صايم تبي توري الناس ترى أنا اللي صايم ما حد قدي؟
لا يبقى بالعكس، الصيام المفروض يهذب أخلاقك، المفروض يخليك تبتسم، المفروض يخليك تعامل الناس زين، هذا هو الصيام الصجي. أما الصيام اللي يخليك تنفس هذا في شكة، عسى ما شر، لا هذب أخلاقك. كذلك لابد أن تذكر أن في رمضان في أجور عظيمة، في أجور كبيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة، يعني أجر العمرة مثل أجر الحج، شرط إذا كانت وين؟ في رمضان. فتخيل شنو هالمضاعفة في الأجر، مضاعفة عظيمة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله كل الذنوب اللي طافت إيه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان يعني صلاة القيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أستاذ القيام والتراويح كلهم قيام والتراويح واحد، ترى فرق اسم بس. كذلك الصدقة، شو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. معناته شنو؟ معناته أكيد في ميزة في رمضان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق زيادة، فأحرص أنت أيضا على الصدقة. كذلك من خصائص رمضان اللي كان يسويها الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، كل ليلة. وهذا شنو يدلك عليه؟ إن رمضان شهر القرآن، شهر القرآن، فشد حيلك اقرأ قرآن كثر ما تقدر. أستاذ لازم أبدأ من أول المصحف ولا عادي من نصه؟ ولا اقرأ من وين ما تقرأ، العبرة بش كثر تقرأ. فهمت علي؟ كل حرف تقرأه لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما يضاعفه الله سبحانه وتعالى. لذلك الواحد لازم لما يقرأ القرآن ما يحط في بالنا أنا والله بس أبي ختمة، أو إذا خلصت الختمة خلاص ما يسوى نقرأ نص ختمة، لا لا لا، كل حرف تقرأ زيادة يسوى، كل حرف تقرأ زيادة يسوى. أنا كنت أشوف ناس والله العظيم عند الإشارة بالسيارة ماسك مصحفها يكمل ختمته، كنت أشوف ناس بالانتظار في المستوصف ماسك مصحفها يكمل ختمته، فاتح تليفونه مرات المصحف بالتليفون، الحين المصحف بالتليفون، حتى الأوقات القصيرة يقرأ فيها صفحة، يقرأ فيها نص صفحة. ليش؟ لأنه هو يدري أن كل حرف محسوب، مو لازم ختمة كاملة، لا لا لا، كل حرف محسوب لك أجر، وأجر عظيم. إنزين أستاذ أنا مو متعود على هالأشياء وصعبة علي هالأمور، تستعين بالله، وهذا لازم كلنا نسويه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يعينه على العبادة، عيل إحنا شو نقول؟ فلازم كل يوم في رمضان وحتى في حياتك كلها تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عشان الله سبحانه وتعالى يعينك على الطاعة وتصير سهلة عليك ويازرك عليها. وهني في تنبيه مهم جدا، وهو أن العمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى اللي فعلا تأخذ عليه أجر في شرطين. الشرط الأول في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا كان عملك مو خالص لله سبحانه وتعالى ما تأخذ عليه أجر. شلون يعني مو خالص؟ يعني قاعد تسوي العمل هذا عشان مصلحة دنيوية، أو قاعد تسوي العمل هذا عشان توري الناس أنك سويته، أو قاعد تسوي العمل هذا عشان بعدين تسولف حق الناس أنك سويته، أو غيره. لابد أن يكون عملك خالص لله سبحانه وتعالى، يعني بس قاعد تسوي عشان الله يرضى عليك ويدخلك الجنة. الشرط الثاني مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. يعني لما تتعبد الله سبحانه وتعالى تتعبد الله سبحانه وتعالى بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكيفك. ما يصير واحد يقول والله الحمد لله أنا اليوم إيماني زايد أبي أصلي العصر 5 ركعات، لا لا، العبادات توقيفية، توقيفية يعني واقفة على الكلام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعلمنا نعبد الله سبحانه وتعالى، ما نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فلذلك شرطين مهمين عشان ينقبل عملك في رمضان وفي غير رمضان، إخلاصك لله سبحانه وتعالى ومتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه من البدع والإشاعات والخرابيط اللي تنتشر في مواسم الطاعة، واللي تخلي الناس بدل لا يسوون الطاعة يسوون بدعة، وبدل لا يأخذون الأجر يروح عليهم الأجر، بل وإذا كانوا متعمدين البدعة يأخذون عليها إثم. شيء زيادة اللي هو الجدول الصح، تنظيم الوقت. بتقول لي أستاذ أنت نزلت لنا جدولين
على حسابك وشفناهم وصراحة أنا مو مناسبني هذا وهذا، ما سوجد ولك على كيفك، أنا اللي نزلت لك شيء مقترح، أنت طالعة وشوف هل يناسبك ولا لا، لأن كل إنسان فينا له طريقة حياة، كل إنسان فينا له طبيعة، كل إنسان فينا له قدرات، كل إنسان فينا له حاجات لجسمه، فكل واحد يشوف شنو الشيء اللي يناسبه وعلى هذا الأساس يرتب جدوله. فاللي أنا حطيته لك اعتبره استرشاد بداية ورقة فاضية، وانت زيد عليها وعدل عليها باللي تشوفه، المهم انك تحاول كثر ما تقدر تنظم وقتك، لأن تنظيم وقتك هو اللي خليك تستغل عدل، وهو اللي خلي الأجور تصب عليك صب. انت الحين في موسم طاعة، انت مثل اللي داخل خزينة كبيرة كلها ذهب، وقالوا لك عندك 30 يوم خلينا نشوف ايش كثر تجمع من هالذهب وتقطه برا، كل اللي تقطه برا راح تاخذه لك. ففي ناس تشوفه يشيل ويقط برا، يشيل ويقط برا، يشيل حيل 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 طول النهار، يتعب يتعب يتعب، يقول لك كلها 30 يوم وتخلص. وفي ناس يغرف بيده يحط شوي بخباته، وبنهاية الشهر تشوف هذا اللي كان قاعد يتعب طول الشهر ميمع ملايين، وهذا اللي غرف شوي بيده وحط بخباته هذا خسر، ما خذ الا انتيفات. بل أسوأهم اللي بدال لا يسوي هذه ولا هذه يحط راسه وينام. نسأل الله يبارك لكم ويحفظكم ويتقبل منا ومنكم ويعيننا على طاعته، ويبلغنا إن شاء الله رمضان سنوات عديدة ومديدة ويتقبل منا.